وهو كيف عرف؟ اسأله. على فكرة أنا كتير لطيف معك، ما بعتقد إنك حابة إني غير هالأسلوب. بص أنا عايز أقول لك على حاجة، أنا اللي شفته في حياتي خلاني بقيت ما بخافش. بس أنا كتير مخوف. كان عرض الزيجة عرضا مباغتا للجميع، عرضا زلزل كل الأراضي الثابتة التي كان يعتقد كل من يحيط بها أنه واقف بثبات عليها. لا بحبه ولا بحب غيره، ما عندي حدا بحياتي سوليش. لا، وعلى فكرة ده منه استغلال، هذا تفكير منطقي، هو بيعرف هالشي كتير منيح. اوكي نبقى بحكيك بمرق لعندك. كيفك ناصر؟ تمام كريم. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ هتتجوزي مجدي يا حبيبه. بحب بموت فيه. انت هتستعبطي ولا ايه؟ من امتى؟ ناصر انا مودي حلو ومش هبوظه بخناقه معاك. جوازي من اي حد حاجه ما تخصكش. بس انا بحبك. هو انت كده دلوقتي اللي بتستعبط يا طيار؟ وانا كنت قدامك عمرك ما قلت لي تعالي نتجوز او بلاش تعالي حتى نتخطب. كناش بنتقابل غير في السر زي غيري. حمار مين بس اللي فهمك ان الحب اخرته الجواز؟ الحب حاجه والجواز حاجه. ده بالنسبه لك، انما بالنسبه لنا الموضوع مختلف. ايه جواز بالهرفه مثلا؟ هبوظك الموضوع يا حبيبه. مش هتقدر، لا انت ولا عشره زيك. بيحبني بيموت فيا. هقوله على حاجات ما يعرفهاش. وتقول لي انت ليه؟ واقول لنا مجدي جوزي حبيبي. خلاص 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 يا حبيبي خلاص. طب يلا نتجوز دلوقتي حالا. يومين وتطلقني. انا غلطان اني ساعدتك وسبتك تفتحي الاتيليه. طيب يا عم الغلطان سيبك انا هروح، اصل عندي مشاوير كتير. عروسة بقى وانت عارف. هبقى مبسوطة قوي لو شفتك في الفرح.